الكتاب يتقلكم هاي الجينيتكس هذا جينيتكس from gene to genome هذا الكتاب اللي أنا أعتمد عليه okay. يعني هذا أكثر كتاب أعتمد عليه بالمصادر لكم المحاضرات فأول شيء راح نعرف شو معنى جينيتكس طيب يعني بسرعة شو معنى الوراثة Genetics is the study of heredity. يعني ندرس الوراثة. The process in which a parent passes certain genes onto their children. يعني هي الطريقة اللي من خلالها الآباء يعني شلون passes ينطي صفات وجينات الأولاد. فإحنا نريد ندرس يعني سواء كان the parents سواء كان human, animal, plant, whatever. يعني وإحنا نسميه الوالد شلون ينطي هاي الجينات. فنريد نعرف شلون تنتقل هذه الجينات من الأهل للأبناء. So what does that mean? يعني شنو معنى هذا؟ Children inherit their biological parents' genes. Okay. يعني الأطفال بصورة عامة يورثون الجينات من أهلهم البيولوجيين. That express specific traits. كل جين ناخذه بصفة. Okay. Such as some physical characteristic, natural talent, and genetic disorder. يعني انه احنا شنو الغرض انه ندرس الوراثه؟ لان نريد نعرف مثلا هذه الصفات راح تطلع لانه كل جين راح يعطيني الصفه اوكي؟ فبعض الناس انه حتى الفيزيكال كاركترستيك حتى صفاته الفيزيائيه الشكليه قوته المواهب الطبيعيه كلها تنتقل عن طريق الجينات ومو بس الشغلات الموجبه يعني هاي البوزيتيف كاركترستيك ايضا الشغلات السلبيه مثلا جينيتيك ديس اوردرز انه الامراض الجينيه ايضا تنتقل عن طريق الجينات فلذلك انه لذلك دراسه الجينيتيك شيء مهم في مجال انه نتخلص من بعض الامراض الجينيه ممكن تحصل يعني شلون نتوقع حدوثها فنحاول نتجنبها So هسه genetic concept يعني المبدأ شنو هو hereditary describe how some traits are passed from parents to their children قلنا إنه وراثة هو ندرس شلون هاي الصفات تنتقل لأنه يعني بالنهاية هي من الصفة فمن أنا أدرس الجين شلون ينتقل وطريقة انتقاله فراح أعرف شنو معنى hereditary الوراثة the traits are expressed by genes كل صفة expressed by genes يعني الصفات تتعبر بواسطة يعني اللي يمثلها هو الجينات okay. فممكن أنه الصفة واحدة لها أكثر من جين أو ممكن لا جين واحد ينطينا أكثر من صفة which are small section of DNA يعني هو شنو الجين أصلا شنو تعريف الجين genes which are small section of DNA okay. أفضل شيء اسمه DNA هذا هو DNA الجزء الصغير من عنده يعني حسب طبعا يختلف هنا بالقياس كل جين إلى يعني إلى قياس مختلف مثلا يكون 50 كي بي يكون 100 يعني 1000 whatever كل جين كل سكشن معين راح يعطيني ار ان اي معين هذا أنا أسميه جين الديستانس أو اللينث الطول إلى تختلف من جين إلى جين أو دي إن إيه that are coded for a specific trait زين هي شلون تعطيني ال trait الصفة لأنه بها هنا أكو تشفير، إحنا جاي شو هاي الصورة هذا هو الدي إن إي. فأنا هو الدي إن إي هو أول شيء يصير كونديس بداخل الكروموسوم، أوكي؟ فإذا نجي نفتح الكويلز، كويل هنا شلون يكون دبل كويل، مين يفتح الدبل كويل نجي نشوفه بالأصل، راح نشوفه أنه عبارة عن شنو؟ عن دبل ستراندد، أوكي؟ هذا هو الدي إن إي دبل ستراندد يكون شريطين مرتبطات سوا، وهنا أكو كودينج تشفير اللي هي النيوكليوتايد المرتبطه شي بشي هي تعطينا هاي التشفير معين فحسب التشفير وحسب ترتيبها راح نعطيك شنو التريت طبعا هاي شنو معرضه لانه يصير بها ميوتيشن للطفرات معرضه انه يصير بها يعني اداه معين فوراها ممكن انه حتى ياثر على التريت الصفه ف بس قبل ما ندخل بالكروموسوم خلينا نراكم هذا الفيديو خلينا نشوفه شوفون شلون انيميشن دي ال دي ان اي اوكي فراح يعطيكم فكره راح يعطيكم فكره انه شلون تتصور شلون مكانه موجود وشلون يسوي له كويلد وشلون يجي يسترتب داخل النيوكليوس هسه نشوف الفيديو دي ان اي تو بروتين احنا ايش قلنا؟ قلنا انه البيسك مولكيولار جينيتكس اسمها دي ان اي
اللي هي التشفير الموجود بداخل الاني سيل. اوكي، فنبدا من الدي ان اي. الالتيميت جول يعني النهايه مالتنا هو البروتين. اوكي، يعني نبدا من جين وبالنهايه راح ينطيني بروتين. البروتين ينطيني صفه معينه، مثلا هذا البروتين ينطيني صفه الاي كلر او السكين كلر او الهير كلر، او ينطيني صفه معينه. ف whatever هذا البروتين راح يطلع شلون ترتيبه شلون شكله راح تجيني انا اخذ الصفه المعينه. فنجي اول شيء هاي نشوفها بهذا الانيميشن، هذه هي السيل. السمولست اصغر جزء موجود بداخل الهيومن بادي هو السيل. فنعرف ان بداخلها اكو هذا السيل وول. اوكي، هذا السيتوبلازم، هذا التراكيب، اكو نيوكليوس، هاي النيوكليوس، واكو هاي الكولجي والهاي التراكيب الثانيه اللي سوينا البروسيس. فاحنا الدي ان اي نعرف وين موجود، بداخل النيوكليوس. فاحنا بداخل النيوكليوس موجود الدي ان اي. The nucleus contains the genome. In humans, so genome هو مجموعة. Okay, genes يعني segments. لما أقول genome معناه كل الداخل molecular genetics الموجودة بداخل النيوكليوس نسميها genome. M E بالنهاية. Okay. الجينوم اللي متكون 23 pairs of chromosome. يعني هذا هو الكروموسوم، هذا شكله. هيكون هاي بي مثل arms, short arms, long arms. شوفوا أنا أكو شلون شلون مثل the middle يعني connection from the middle. عددهم 23 pairs يعني 23 زوج موجود داخل النيوكليوس. Each nucleus. Each chromosome contains a long strand of DNA. Okay. هسه نجي نشوف هاي الكروموسوم من شنو متكون؟ هو من long strand of DNA. هو ليش هالشكل صار كوندنس داخل الكروموسوم؟ الهدف من عنده اذا يبقى هذا ال DNA يعني شيء على طوله يعني ما راح تكفي السيل او راح يكون شيء irregular. فعلى مود تخلص من ال يعني هو السيل تتخلص من ال سايز لل DNA. So condense and arranges in the chromosome, in the chromosome shape. فإذا إجينا فتحنا هذه زين في سبيل أنه نجي ندرس من شو متكون هذا وشون جاي مترتب شكل الكروموسوم، راح نشوف أنه فإنه راح يكون هذا هو الـ DNA، يكون tightly packed شلون كأنما مترتب around هذه البروتينات باسمها الهيستون. هاي أخذ شلون magnets connection بحيث أنه فمن يجي الـ DNA يشوف الهيستون يجي راح يلتف حواليهن، وبالتالي راح يلتفن بحيث يسوي لنا الكروموسوم. Within the DNA are sections called genes. هسه احنا نجي الى اذا فتحناها تخلصنا من هاي الهيستوم، نجي نفتح راح نشوف شنو، راح نشوف انه هذا الدي ان اي عباره عن كويل. يعني شلون ما جاي شكل عدل، شكله شلون شكل كويل. فهذا شو شكل الكويل يكون دبل ستراندد، يعني جاي نشوف اكو هاي جهه وهاي جهه ثانيه. ستراند ستراند يعني شريط، هذا شريط وهذا شريط، فدبل ستراند يعني شريطين. زين انا شريط شو اشوف به هنا؟ انا جاي اشوف اكو كودينج هنا، هاي الكود التشفير داخل الدي ان اي اللي تكون هاي طبعا كومباتبل، يعني هاي هنا النيوكليوتايد كومباتبل هنا يلا ترتبط تنطيني هذا الشكل الارينج كوندنس. فنشوف انه هنا مرتبطات سوا وحسب هذا التشفير. اوكي، اي جزء من هنا يمثل لي جينز. هذا الجينز حسب التشفير البي راح يعطيني شنو التريت. يقولي contain instruction to make protein. يعني هذا بي أوامر كود شفرة أو بي instruction أوامر تنطيك بالنهاية تنطينا الجين اللي تعطينا البروتين بالشكل معين بترتيب الأمينو أسيد المطلوب. فما في شيء عبث هنا، كل شيء مرتب، يعني كل شيء كأنما كمبيوتر كودينج، فكل شيء مرتب ومشفر. أي خلل، أي خلل يصير هنا شو راح يعطينا؟ راح يعطينا أنواع من الميوتيشن، الطفرات، فممكن تؤدي إلى أن البروتين اللي راح ينتج ما يعطينا الصفة المطلوبة. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase is added to the starter.
فنعرف بعدين أكثر شيء اسمه RNA polymerase. RNA polymerase هو شنو فائدته من اسم RNA يسوي لنا RNA. فحنا نعرف أن أول شيء هذا DNA. فDNA بداخل النيوكليوس راح يجي RNA polymerase في سبيل يكون لي RNA messenger RNA mRNA. فأول خطوة شو يسويها؟ يسويها splits، يعني شلون يفصل هاي الدبل سترانز المرتبطة شيء بشيء. أول شيء يفصلها لأنه ما راح يريد تشفير من جهة واحدة، ما يريد تشفير من جهتين. فراح نشوف أنه هنا أكو نيوكليوتايد يعني يكون irregularly منتشر داخل النيوكليوس، فهو يستفاد من عدها في البناء حسب شنو، حسب هاي التشفير. يعني شنو المقابل لهذا؟ مثلا الكود راح يجي الكود مقابل إله وتكون عندنا ال mRNA. كل واحدة نسميها base، okay base اللي هي ترتبط compatible then في حسب تعطينا ال messenger RNA. شوف ترتيبها ال A to T, U to A, G to C, C to G, A to T. Okay. فما تجي ترتبط بشكل عبثي وتجي من مكان معين إلى مكان معين. يسموها هي شلون الـ RNA polymerase عنده في منطقة، يعني عنده في شفرة هنا بحيث تقول هاي منطقة يسموها الـ start، يعني ابدي من هنا وين ما ينتهي أكو منطقة يسموها الـ stop، يقول له إنه stop هاي المكان، فيطلع الـ mRNA بالطول معين وبالصفات المعينة المطلوبة. The DNA code determines the order of the messenger. نسميها هاي العملية transcription. ال BHR هي عملية transcription، يعني عملية صنع ال mRNA. Before the messenger RNA. فهذا شنو تكون عندنا؟ تكون عندنا messenger RNA. يسمونه mRNA و messenger RNA. شنو فائدته؟ ليش الـ RNA polymerase يسوي لنا mRNA؟ فائدته انه بتشفير معين الـ mRNA اما يعطيني البروتين، يعطيني الـ ultimate goal، الهدف النهائي انه هو انا البروتين اللي يعطيني الصفه. فالـ mRNA يترتب بشكل معين بحيث هذا الشكل راح يعطيني البروتين المطلوب المناسب بالصفات المعينه اللي انا احتاجها. This involves removing the messenger RNA that moves out. Okay. إلى messenger RNA messenger. فهذه هي nucleus. Okay. إنه ما هي pores. فهو ما راح يش transcription يصير داخل nucleus. Translation عم يصنع البروتين يصير داخل cytoplasm. فالـ RNA شو يسوي؟ might immigrate from the nucleus، هيهاجم من النيوكليوس to cytoplasm. يطلع عن طريق هاي البورس، راح يطلع من عندها، عشان نشوف انه جاي يطلع من هاي البورس، يروح لي للسيتوبلازم. حسنا نجي الرايبوسوم. الرايبوسوم هو راح يرتبط بالمسجر ان اي to make the protein. The ribosome reads the code of the messenger RNA. Okay. وظيفته شنو؟ عبارة عن reader، كأنما شلون كمبيوتر يجي يقرأ reading لل messenger RNA، شنو الشفرة الموجودة، ويجي يرتب الترتيب ال parts according to this coding، يعني يرتب هاي الأجزاء حسب الشفرة اللي عنده. هو وظيفته شلون؟ كان مقارئ يجي يشوف شنو الشفرة الموجودة. There are 20 different types of amino acids. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the body. هذا اسمه transfer RNA. هذا وظيفته فقط ينقل الأمينو أسيد to where's the ribosome, where's the RNA. The messenger RNA is read three places at a time. مثل ما نشوف انه هذا المسنجر RNA 3 بيسز، كل 3 بيسز تعطينا امينو اسيد معين. يعني كل مسنجر RNA على ثلاث شفرات تعطينا فد امينو اسيد معين، فنجي نرتبط شي بشي بهالشكل.
This is added to a growing chain of events. مشكلة مثل السلسلة chain يعني الRNA اسمه شنو راح تجيب مثل شيء بشيء حسب هذه الشفرة الموجودة بالRNA. طبعا هو حسب قلنا هذا شنو كله حسب التشفير الموجود أصلا بالDNA. فراح يجي تتكون عندنا شلون السلسلة chain. Once the last amino acid has been added, the chain falls into a complex. عادة هو أكو يسمونه start وأكو stop. فنفس الشيء أكو فد coding قلنا start هذا start codon وأكو stop codon. فمن يجي stop codon راح تكون آخر واحدة تنضاف بعد راح توقف ما أكو أي إضافة. إذن البروتين ما راح يبقى هالشكل. عادة الخلية تميل نسوي folding. شلون ال RNA يسوي له باكيت ترتبه وتضمه ما يبقى هالشيء هالشكل. فشو راح يسوي؟ راح يسوي فولدنج راح يجي يعني يترتب ينطوي 3D shape راح يكون هذا شكله يمثل بروتين معين. اوكي فهسه هاي شلون كلمة اوفر ريفيو تعطيك فكرة نشتغل من الدي ان اي لحد البروتين. فهسه يعني يعني اتمنى انكم شلون تخيلتوا شغل دي ان اي لحد ما يوصل البروتين. فنرجع حسب المحاضره هل حال هاي اتوقع راح تكون اسهل لكم بحيث تشوفوها يعني تفهموها افضل. فهسه نرجع للكروموسوم. اي جينز ار فاوند اون كروموسومز. قلنا الجينات موجوده على شنو؟ على الكروموسوم. هاي الكروموسوم اي 23 pairs of chromosome. نشوفها مختلفة باللينث مختلفة بالشكل. فذاك نعطيها كل بير نعطيه رقم. طبعا هاي كل منطقة هم لها مناطق وكل ذراع إلى يعني إلى تسميات. بعدين نجي ناخذها قلنا هاي كلها موجودة بداخل شنو؟ داخل النيوكليوس. هذا شلون السيل شفناه بالفيديو بها نيوكليوس بها سيل بها ميتوكوندريوم. نجي هسه هذا الدي ان اي. قلنا الدي ان اي يكون دبل ستراندد يكون هاي فوسفيت هاي سترانز. هنا البيس بير اوكي قلنا انه سيتوسين الجوانين مع الجوانين والثايمين مع الادينين. دي ان اي دبل اسمه دبل هيليكس. اوكي دبل هيليكس يعني هو شلون تو بيرز مرتبطه سوا. هذا يسمونه الباك بون يعني شلون العظم الظهر او الخلفي متكون من شوجر وفوسفيت. هذا الشوجر وفوسفيت في سبيل تخليه تخليه شلون لما تعطينا الشيب تعطينا الستابلتي تعطينا الثبات. وبيناتهم شنو اللي يرتبط؟ هيدروجين بوند ما بين البيس بير. النوع الاسرى اللي ترتبط بها هي هيدروجين بوند. جينز ار فاوند اون كروموسومز يعني جينات موجوده على الكروموسومات. هيومن هاف تو سيت اوف 23 يعني 23 بشكل شنو؟ بشكل بيرز. Chromosome one set for each parent. عادة كل set واحد مأخذ من ال parents. بأن هو ال child الطفل يتكون من two يعني mom and dad. Okay. فكل واحد جاينا من واحد من mom and the other one from the dad. That's why we have pairs. So نجي backgrounds بصورة عامة يعني هي اليوم المحاضرة أكثر شيء background بس تكون يعني فكرة عامة على ال DNA. يسمونه deoxyribonucleic acid DNA. شنو deoxy منقوص الأكسجين. Blueprint that carries genetic information from one generation to the next. شنو هو ال DNA؟ هو ال blueprint اللي يحمل لنا الصفات الوراثية. يعني اكو صفات وراثية تجي من generation to the other. يعني الجنريشن الأول مثلا هو الجد ينطي مثلا للآباء هذا يسمونه second generation. بعدين للأحفاد هذا يسمونه third generation. اوكي فاحنا شنو نشوف؟ نتبع هذه الصفات والتريت من generation إلى آخر تعطينا فكرة شلون تنتقل الجينات من الأجداد إلى الأبناء. DNA contains genes. Okay. DNA شلون جاي ينقل المعلومات؟ شلون مترتب؟ مترتب على شكل قلنا شكل segment يسموها جينات. كل جين الـ يعني السايز اللي مختلف. قلنا اكو سايز 50 اكو 100 اكو 1000 يختلف. يعني هو كل واحد ينطي بروتين واحد او اكثر من بروتين بس السايزات مختلفة. اكو small genes اكو bigger genes يعني حسب البروتين هو الهدف الجول النهائي.
Each gene is responsible for the production of a particular protein. عادة and هي أكو قاعدة الأساسية إنه الجين واحد ينطينا بروتين واحد. زين بس هاي القاعدة شلون كنا ما يعني النقبة ممكن إنه الجين الواحد ينطيك أكثر من بروتين. A strand of DNA is a chromosome. بعدين يجي يصير بي DNA stranded يعني يجي راح يشرته راح ينطيك chromosome. Set of chromosome carries by an organism in a genome. يعني مجموعة الكروموسومات الموجودة بداخل النيوكليوس نسميه كله كامل نسميه جينوم. بينما الجزء الصغير السيجمنت من الـ DNA يسميها جين. تركيبة مثل ما شفنا دبل هيلكس، احنا مو شفنا شريطين دبل فهو دبل. هيلكس شنو يعني هيلكس؟ يعني هالشكل شلون هاي الملتف. DNA consists of four nucleotides. احنا الاساسيات هي اي سي جي تي ادينين سيتوسين جوانين ثايمين. عندنا اهم شيء عندنا بالجين فشي يسمونه الفايف برايم وعندنا فشي اسمه ثري برايم. عاده نبدي الجين نسوي يصير به الترانسكربشن اوكي نبدي من الفايف يعني هي الجهه اللي يبدي بها الاستنساخ ماكو يسموها الفايف برايم والجهه اللي ينتهي بها يسموها ثري برايم فلذلك تكون هاي بها عادة الـ 5 برايم بيها ستارت كودون يعني المنطقة اللي يسموها الستارت البداية يعني بيها في تشير معين نقول يقول للبوليمريز ابدي من هنا وبعدين نقول له هاي هنا 3 برايم اقصد تشير معين نقول له ستوب اوقف هنا. البيس بيرز ATCG ordering of these pairs is a sequence وترتيبها راح تصير sequence. هسه نشوف هذا بس ابدا لكم هذا الشكل نشوف هاي البيس بير ان هاي هيدروجين بوند هذا اسمه الباك بونز واذا نجي نطلعها برا عشان نشوفها بشكل اوضح نشوفها كومباتبل يعني الثايمين يجي كومباتبل مع الادينين اوكي السيتوسين مع الجوانين يعني ما يقدر تربط السيتوسين شو السبب يعني نشوف النهايات هاي الان تكون كومباتبل يعني السيتوسين ما راح يجي مع الادينين. هاي مجرد example هذا طبعا طلع بس تشوفونه مجرد example نعطيك number of base pairs number of genes in different creatures حتى الـ equali البكتيريا بها genes fruit fly chicken mouse corn human grasshopper amoeba الكل بها شنو بها جينات وبها base pair okay. Why do DNA have so many base pairs? Junk DNA or non-coding DNA? يعني أكو منطقة يسموها منطقة junk DNA and non-coding DNA. هذا إحنا قلنا جين راح ينطينا mRNA. بس هل كل جين راح ينطينا mRNA؟ وهل كل mRNA راح ينطينا بروتين؟ الجواب لا. يعني أكو مناطق بالـ DNA. هي موجودة وبيها يعني بيها شفرة معينة بس ما تنطي يعني سووها أبحاث ويعني وبحثوا بيها لقوها لا لقوها إنه منطقة يسموها نون كودينج يعني ما تشفر لأي شيء فأول ما سموها جانك جانك يعني شو كلمة فد شيء ما إلها فائدة بعدين لا بدلوا التسمية سموها نون كودينج ليش لقوا لها فائدة إنه فائدتها ريجوليتري زين بالنسبة للجينات قلنا كل جين راح ينطينا بروتين يعني كل mRNA كل mRNA راح يجي يصير بي راح يطلع خارج ال خارج النيوكليوس وراح يسوي لنا بروتين هم الجواب لا اكو mRNA راح تنطينا بروتين اكو mRNA تبقى هي mRNA شغلها mRNA بالجسم هم بداية اول ما اكتشفوها قالوا انه هي كانما قاعدة DNA RNA لازم اكو بروتين بعدين لقوا لا لقوا ان DNA ممكن يبقى بدون ما يسوي mRNA اجزاء من عنده ولقوا mRNA ممكن يسوي جزء من عنده يسوي بروتين ولو نوع ثاني الام ار ان اي ما تسوي اكو هواي ام ار ان اي وجدا مهمه بداخل الجسم وظيفتها ريجوليتر تحافظ على شيء واذا زادت او نقصت ممكن تسوي لنا امراض بس تبقى بحد ذاتها ام ار ان اي ما تسوي بروتين. Portion of DNA segment for which no function identified يعني لحد هسه هاي البورشن انه ماكو فانكشن بس يعتقد انه
recently scientists found that oncogenic DNA is important in regulation. يعني بالسنوات الأخيرة عرفوا أنه هاي المنطقة اللي ما تشفر mRNA وظيفتها regulatory، يعني شلون تنظم عمل بقية الجينات. So why is DNA useful? شنو فائدة DNA؟ Every living things on the earth uses DNA to store and transmit information. وظيفته شنو؟ وظيفته خزن ونقل المعلومات. يعني هذا DNA وظيفته هي الأساسية، إنه يخزن معلومات وبعدين ينقلها للنكست جينريشن. فتكون إلى وظيفة يعني جدا مهمة، بدونها ما راح تكون عندنا أي شيء. Catalogs all the different functions performed in our organism. يعني هو الكتالوج كل أنواع الفانكشن الموجودة داخل الأورجانزم يتحكم بها الدي إن إيه. ماكو شيء بداخل الجسم ما يتحكم بالـ DNA، كل شيء أساسه هو الدي إن إيه. يعني سواء كان مو بس ال يعني الدي إن إيه مو بس نعطيك لون العين ولون الشعر، لا ينطي كل شيء. وظيفة العين، وظيفة القلب، وظيفة الليفر، إذا صار بي خلل بالجين بالإنزيمات مثلا انزيمات الليفر بالدي ان اي، صار خلل بالتشفير مالتها راح ما راح يشتغل الليفر زين. هاي يسموها الامراض الجينيه جينيتك ديزيز. فهسه العلاج انها يعالجون الدي ان اي، يعني ما يجي يعالج ينطي بس علاج الليفر، لا يروح للدي ان اي نفسه يعالجه. طبعا هذا شنو هذا العلم انه بروسس، يعني بعده جاي يشتغلون عليه وبصعوبه، لان تجي تلقى وين مكان الجين أو وين خلل ويسوي له insertion داخل هذا الجين بحيث ترتبه وتعدله ينطيك البروتين الصحيح. Identify similarities among organisms. الشغل الثاني احنا نقدر نشوف التشابه ما بين الأورجانزم، يعني هاي شلون كل ما ممكن نشوفها بالأبحاث مال evolution مال التطور. نقدر نشوف شلون انه هو من نجي ندرس التشابهات ما بين الهيومن بين الماوس بين المونكي. طلعوا من نظرية التطور شلون انه هاي الحيوانات تطورت وشلون على السنوات. Identify inherited traits. يعرفون شنو الصفات الموروثة. Okay. أو solving crimes. فيعني ممكن تعرف انه هو هذا ال child يعود مثلا A parents مثلا يكون مثلا شلون اختبار الأبوة. Solving crimes مثلا إذا مكان معين أكو يعني DNA صار مثلا crime في جريمة معينة أكو فد DNA جاي من hair من skin. فحسب شنو حسب DNA بعتبر أنه هو DNA هو إلى بصمة وراثية واحدة لكل شخص. فحسب هاي البصمة راح يعرفون هذا الشخص كان متواجد في هذا المكان أو لا. لذلك يكون DNA is really useful، يعني هواي شغلات عملية. DNA replication. Okay, DNA replication. DNA molecules split. Each gene gets copied. Why is DNA double stranded more stable? شنو السبب أنه يكون double؟ ليش ما أنه واحدة؟ أنه يكون more stable. Replication consists of half new, half old. هو من يسوي ريبليكيشنز؟ شلون يسوي ريبليكيشن؟ مثلا هو راح ينشطر، مشيت تذكرون الفيديو شلون انه راح يشطر ينشطر جزئين. فمن يسوي ريبليكيشن عمليه الريبليكيشن الدي ان اي راح يصير ريبليكيشن لجزء واحد، الجزء الاول هو اصلا قديم موجود والجزء الثاني هو الجديد. وليش يبقى دبل ستراند ما كل واحد ينفصل وحده؟ لا عم يكون مور ستيبل، شلون كان ما اكثر ثبات بداخل بداخل النيوكليوس. Replication consists of half new half old. هقولناها allows for error corrections. أحياناً هاي عملية الاستنساخ والreplications الأخطاء تحدث. Okay. شو سبب هاي الأخطاء اللي تصير؟ مثلاً أنه بحالة الreplications كان جينا حالة replication بحالة انقسام، مثلاً هذا الشخص مثلاً تعرض لإكس راي أو تعرض some chemicals. فهاي كانت تأثر على الدي إن إيه. بهذا الوقت يعني وقت الريبليكيشن. فشنو راح يصير؟ راح يصير عندنا ايرور خطا، يعني ممكن ما تجي هاي النيوكليوس بهذا المكان تجي النيوكليوس الثاني. فهاي يسمونها الخطا. فمن يصير عندنا دبل سترونز فتكون اكثر عندنا قدره الدي ان اي الا قدره انه يصحح نفسه، يعني الا قدره سيلف كوركشنز انه يصحح نفسه. ذا بيس دامج كان كوركت، يعني حتى واحده من هاي البيس مثلا مدمرت، يعني هي مثلا جايه مكانها ودمرت، يقدر يصحح نفسه ويبدلها. Messenger RNA transcription
copy of the DNA. Only genes get transcripts, get transcribed. إحنا قلنا أكو هي أكو منطقة بال DNA أكو منطقة جين، okay؟ أكو بيناتها منطقة يسموها الانترونز، okay؟ وبعدين جينا الجين هالشكل، يعني مثلا عندنا بس انتبهوا بس للمؤشر، هذا جين يكون مستطيل وشلون بمثل كونكشن وبعدين مستطيل ثاني، فهذا جين وهذا جين، هاي البيناتهم يسمونها انترونز، الانترون ما يصير بي ترانسكريبشن فقط بي الجينز. عادة في أكثر شيء اسمه بروموتر، بروموتر يعني شيء محفز، هو شنو البروموتر؟ عبارة عن دي ان اي سيكونس، يعني قلنا مثلا هسه عندنا هذا مثلا هسه هنا هذا الخط هو الدي ان اي. بداية الدي ان اي هنا اكو شفرة يسموها البروموتر، منين البروموتر موجود راح يبدي الترانسكريبشن، اوكي؟ يعني شلون كان لما الستارت كودون اكو ستارت كودون اكو بروموتر، ذن كلهم يقول للبوليمريز ابدي من هذا المكان. DNA sequence that enable gene to be transcribed. Promoter يعني هو ترتيب من DNA بس هذا يعني ما راح يصير بالاستنساخ. مجرد انه يقول للبوليمريز ابدي من هذا المكان، ابدي بعدي مثلا، ابدي بهذا المكان. فهو يصير امام الجينز بالفايف براين بس في سبيل يقول للبوليمريز اشتغل من هذا المكان. ان هو شلون كان مع عقل بمثل عقل يقول له اشتغل من هذا المكان وانتهي بهذا المكان. اكسونز protein coding sequence of genes. قلنا exons وقلنا introns. شكل هالexons والintrons يعني هو هذا مثلا دي ان اي خط، قلنا انه اكو مستطيلات مثلا هو هذا الاكسونز هل بها الجين واكو بها مثل connection الintron هو ما يسمى الترانسكربشن. فالintrons section of DNA that are supplied out after transcription. Supplied out يعني شنو؟ يعني أول شيء بيها تنطي وبعدين تنوخذ، يعني تنقطع تنشور. Messenger RNA moves out of cell nucleus to provide building plans for protein. هاي مثل ما شفتها بالفيديو، صار عندنا تكون عندنا mRNA، شو راح يسوي؟ هو messenger، شلون هو يعني متنقل، فيطلع من النيوكليوس يروح وين؟ للسيتوبلازم، من البروتين شنو تنقل البروتين. الاختلاف الوحيد بالآر إن إيه إن يوراسيل مكان ثاني. هسه البروتين إحنا بدينا شنو؟ بدينا دي إن إيه، أعطانا آر إن إيه، أعطانا بروتين. فهسه البروتين شنو؟ building and machines inside the cell composed of amino acids، يعني هي عبارة عن يعني شلون كلمة building النتائج من جايتنا من الدي إن إيه، من شغل دي إن إيه وآر إن إيه، حتطلع لنا النتيجة هو البروتين. يكون analogy DNA and RNA send and store information. Protein make things happen. يعني هو ال information اللي جايته بالبروتين كلها عبارة عن information موجودة بال DNA، يعني تبع نفس الشفرة موجودة بال DNA وال RNA، بس إنه هو ذني يخلي make things happen. يعني البروتين من راح يتكون بداخل السيل، من راح يتكون راح ينتهي للترايت. احنا قلنا الدي ان اي هو مكان لخزن الكاركترستيك الصفات، بس انا شلون تظهر الصفات عندي؟ لازم الدي ان اي ينطيني ار ان اي ينطيني بروتين، البروتين راح ينطيني الصفه. مثلا صفه لون العين، اذا الدي ان اي اشتغل طاني ار ان اي طاني بروتين راح ينطيني الصفه هذا لون العين. Make things happen can fold into shapes depending on their amino acid sequence. راح ترتبط بشكل اشكال حسب شنو؟ حسب ترتيب الامينو اسيد الموجوده بها. هذا شو ترتيب بروتين example، لأن هذا كولاجين شيب لايك رود، هذا يكون شكله مثلا هذا الكولاجين، هذا شكله مثلا يكون هالشكل folding إله. Myosin has hook that can be used as a motor front in muscles. ممكن إنه هذا مثلا البروتين موجود بالعضلات المصل الفولدينج مالته يختلف، فيعطينا شلون مثل الهوك، يعني شلون مثل سنارة. فالفولدنج ترتيبه شلون يترتب شلون ينطوي حسب شنو؟ حسب الوظيفه اللي يؤديها، يعني هو ترتيبه او السيكونس مالته بها وظيفه، بس بعدين حتى الفولدنج حسب وضعيته شلون يصير شكله هم نفس الشيء حسب نوع الفانكشن اللي يؤديها. فمثلا بالعضلات ينطيني مثل الهوك شكله مثل السناره في سبب انه الفانكشن ما تتطلب هذا الشيء، هنا لا، هنا شكله يختلف الكولاجين.
عندنا بروتين الفابيتكس، عندنا 20 سامبلز 20 امينو اسيد، عندنا جينيتيك كود الشفر جيني ريبوسوم ريد ام ار ان اي اند رايت بروتين، يعني الريبوسوم راح يجي ياخذ ام ار ان اي مثل ما شفنا بالفيديو. ام ار ان اي انتقل من النيوكليوس من النواة انتقل للسيتوبلازم، لاقي من هناك لاقي الريبوسوم نشوفه، الريبوسوم وظيفة ريدر هو قارئ يقرا الشفر موجود على ام ار ان اي. ف 3 ات ا تايم نشد تذكرون بالريبوسوم كان ثلاثه، كل 3 كود تعطينا 1 امينو اسيد. Each three letters of RNA sequence translates into the 20 symbol to one of 20 symbol. يعني كل ثلاثة تنطينا. يعني مرات إذا صار أقل من ثلاثة أو أكثر من ثلاثة هاي تصير مشكلة. يعني إذا هذا إذا جاب لنا ثلاثة مثلا جاب اثنين أو جاب أربعة رح يصير مشكلة، رح يسمونه truncated، يعني البروتين يصير بي إذا ما يشتغل. truncated يعني البروتين ما يشتغل. أو مرات لا يعني ينطينا زيادة على البروتين فينطينا بروتين ثاني بصفات ثانية. فلازم انه يكون كل شيء يعني كل شيء محسوب. 3 is 3. Degenerate combination but only 20 symbol redundancy. Okay. فهاي محاضراتكم اليوم. عندكم سؤال؟ طلع عندكم سؤال؟